التواصل لغات أخرى بصوت الألوان، نطقت إبداعات الصم. فنانون تشكيليون عمانيون كتبوا رسالتهم بدلالات رمزية متنوعة في مشاركة عززت قدرة الطالب الأصم على الإبداع. معكم أحمد السيابي من مدرسة الأمل للصم. أنا اخترت أرسم لوحة البحر لأنها تعبر عن هوايتي الشخصية. فئة مهمة في المجتمع أعيتهم وسيلة التواصل، فتحدثوا بالألوان ونطقوا بلغة الإشارة. مروان بن رمضان الزجالي وزملاؤه خضعوا لدورة تدريبية في مجال التصوير الضوئي وأبدعوا ما تشاهدون. سابقا لم أكن أعرف كيفية التصوير الفوتوغرافي، تلقيت تدريب من المدرسة عن آلية التصوير الخارجي، وهذا مثال بسيط، صورة أنا أخذتها تعبر عن قدرتي في التصوير الفوتوغرافي. معرض فني من لوحات تشكيلية وصور ضوئية استنطق طلاب مدرسة الأمل للصم وعرض إبداعاتهم في يومين بغية دمجهم مع المجتمع. الصور كلها معبرة أنه طلب اندماج هذه الفئتين مع بعض، لأنهم في نفس يعني في آخر شيء أنهم فئة واحدة من الناس. وأيضا نظرنا إلى بعض إبداعات هذيل الفنانين الأصمين، وأتمنى من الجميع المشاركة والقدوم إلى هذا المعرض والفعاليات اللي ستقام فيه ما بعد. يبدعون بدون ضجيج، يندمجون مع المجتمع بكل ثقة، لغتهم الوحيدة الإشارة باليد. في أسبوع الطفل العربي الأصم يقدمون دعوة الالتفات لهم. عبد العزيز العجمي لتلفزيون سلطنة عمان